بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد. طبعا اليوم ان شاء الله في عجاله غادي نعطيكم الطريقه ديال تحضير الوصفه ديال القولون العصبي اللي تحدثنا عليها، اللي كتكون من العسل والخروب او صلغوه. طبعا كان بزاف ديال المشاهدين لما نشر الاخ ابراهيم داك المقطع او رحلتي مع القولون العصبي، بزاف ديال المشاهدين اتصلوا، كاين اللي اتصل بيا وكاين اللي سول، كيسولوا في الحقيقه على الطريقه ديال كيفاش والمقادير وغير ذلك. انا غادي نوريكم الطريقه اللي كنت انا تبعتها، والحمد لله جاب الله الشفاء بعد المعاناه الشديده اللي دامت اكثر من 20 سنه. طبعا الخروب هو هذا كيف ما كتشوفوا، هو في السوق كاين انواع، لكن هذا في الحقيقة من أحسن الأنواع لأنه تيكون مشحم، تيكون فيه داك اللحم الداخل. هذا الخروب هذا كنقبطوه، كنقطعوه، كنغسلوه بعدا في البداية، كنقسموه، كنحيدو منه هاد العظيمات هادو الخلال اللي كنسميهم البذور، هادو كيتحيدو. أنا إلا لاحظتو هما حيدتهم هنا، هادو قاصحين أصلا، ما يمكن لهمش يطحنو هادو حيت قاصحين بزاف. واصلا انا الوصفه من البدايه، يعني السيد اللي كان عطاها لي كان قال لي هاد البذور هادو تيخصهم يتحيدو، انا كنحيدهم. من بعد فاش كتحيدهم كتقطعوا هاد الخروب صغير شويه، وفاش كتساليو كطحنوه. لما كيتطحن في المونينكس، ولا الا كان ممكن تديه سميتو، الا كان عندكم شي عطار كتعرفوا اللي كيطحن العطريه ممكن يطحنوا لكم. فاش كيتطحن كيولي على هاد الشكل هذا، كيولي بحال الطحين. هنا ما تطحنش بواحد الشكل كبير بزاف، لان هذا الخروب هذا ما يابسش بشكل كبير، لكن الا كان يابس كيتطحن. هذا ايضا كيصلح، تيولي بحال شكل طحين بهذا الشكل هذا. كنقبطوه من بعد ان شاء الله. كناخذوا واحد الاناء، انا بالنسبه لي عندي هذه الزلافه هذه ديال البديع، من الافضل يكون عندها الغطاء ديالها، لان هذا باش كدير فيها واحد الكميه كتقص عملها ربما تبقى لك لمده اسبوع، او مثلا قرعه ديال الزاج، من الافضل تكون قرعه ديال الزاج ولا قرعه بهذا الشكل هذا. اذا كناخذ هذا الامر هذا، كناخذ الطاسه ديالي، كناخذ الخروب المطحون كنخويه. اذا لما كنخويه هنايا كندير طبعا الكميه اللي بغيت، يعني ممكن ندير انا هذه الكميه كامله اللي هي تقريبا زلافه صغيره كنديرها هنايا. من بعد كناخذ العسل. طبعا انا العسل، كانوا شي اخوه كيسولوا على العسل او شي مشاهدين كيسولوني على العسل، تيقول لك كيداش من عسل. انا في الحقيقه استعملت انواع كثيره من العسل، يعني والحمد لله العسل اللي درتها كتوافقني. كاين بعض المشاهدين قال لك العسل اما قطعها عليهم الطبيب او كدير ليهم مثلا بعض الاعراض الجانبيه، واش ممكن نستعملوا معاه الزيت ولا نستعملوا معاه الماء ولا نستعملوا معاه هو هذا الخروب هذا هو غير بحديثه مفيد للجهاز الهضمي، ولذلك الى استطاع الانسان ياكله راه هو مفيد، حتى بحديثه مفيد. لكن في الحقيقه انا الوصفه اللي عطات المفعول ديالها هي مع العسل. الا كان العسل كيضرك وما قديتيش تستعمله ممكن دير معاه شي حاجه اخرى، يعني ماشي، لكن العسل هي الوصفه الحقيقيه. فانا غادي نخوي مثلا العسل مع الخروب. كيف ما كتلاحظوا كنخوي، خويت كل شيء، وغادي نشوف من بعد الا هو كان داكشي اللي بغيت راه هو هذاك، الا ما كانش غادي كنعاود نزيد العسل. اذا كنخلط مزيان، كتخلط وكتشوف، كتشوف واش هو غادي يبقى. يعني انا بالنسبه ليا ما خصوش يجي قاصح بزاف، وفي نفس الوقت عاوتاني ما خصوش يعني يجي جاري بواحد الشكل كبير بزاف، فهو يكون متوسط. فكنخلطها بهذا الشكل هذا، ها انتم لاحظتوا هنا كتولي مزيانه، كتبان لي ممتازه بهذا الشكل هذا، يعني متوسطه ماشي قاصحه، هي كتهبط، شتي كتهبط. وفي نفس الوقت غير هو بعض المرات الا خليتيه مثلا اسبوع راه بعض المرات العسل كيشرب، فما فيها باس الا لقيتيه نشف كتزيد ليه واحد شويه ديال العسل. عاوتاني فاش كتزيد العسل عاوتاني كتخلط، فاش كيولي خليط هكا بهذا الشكل هذا اللي كنشوفو، كتاخذ معلقه
في الصباح ومعلقه في الليل. في 3 شهور الاولى انا كنت كندير معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. بعض المرات كنت كندير جوج معلقات صغار الصباح، ما كنتش كندير في الليل. المهم على اي، ابتداء من الشهر الاول فاش بديت كنستعمل الوصفه يعني تحسنات الامور بواحد الشكل كبير. الباحة رجعت للتاريخ اللي استعملت فيه الوصفه، يعني بالضبط باش نجيب لكم التاريخ، بديتها في شهر 7 2018. الان يعني انا فاش حسبت لقيت عامين ونص باش بديت هذه الوصفه هذه، يعني راه كاين واحد التغير كبير جدا ما نقول لكمش، يعني الحمد لله لا من ناحيه الاكل. ولذلك انا من بعد الوصفه عاد وليت كنتعشى، ما كنتش كنتعشى من بعد الوصفه، وليت كناكل جميع الاشياء، يعني الحمد لله راه كاين واحد التحسن كبير جدا. فقط يعني خاص الشخص يتاكد واش فعلا عنده القولون العصبي، وباش تاكد واش عندك القولون العصبي كتمشي للطبيب غادي تشوف غادي يقول لك. شنو الطبيب تيقول لك؟ الطبيب تيقول لك المصران الغليظ، المصران الغليظ اما منفوخ اما فيه الالتهابات اما فيه غازات. الا كان في هذه الامور هذه هو تيكون القولون العصبي. كدير انا درت المنظار ولقيت بانه ما عندي حتى شي حاجه، القولون سليم، المصران سليم، فبالتالي هو هذاك الالتهاب اللي كيجي اما بسبب القلق والتوتر وغير ذلك وضغوط الحياه، واما بسبب بعض الماكولات. ففي هذه الحاله هذه الوصفه مفيده ان شاء الله. اتصلوا بيا بعض المشاهدين، يعني ما كنعرفوش انا اصلا، خداو الهاتف من تما اللي كنت حطيت لهم الهاتف، اتصلوا بيا شي وحدين قالوا لي راه حنا بدينا الوصفه والحمد لله. واحد قال لي راه في الاسبوع الاول تحسنت وبديت كناكل، وطبعا هذا مبشر ان شاء الله. فانا كنتمنى ان الاخوه اللي داروا الوصفه ونجحات ليهم يخبروا الاخوه الاخرين باش ان شاء الله نحاولوا هذا المرض، مرض العصر اللي هو القولون العصبي، نساليو معاه ويتم الحد ديالو ان شاء الله. وغادي نقضيو على واحد المعاناه كبيره جدا يعاني منها المصابون بهذا المرض. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض وان يمن علينا جميعا بالصحه والعافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.